تحية تحليل مؤشر الدولار، دولار اندكس، وماذا نتوقع له؟ دولار اندكس اتوقع له انه هيعمل مزيج من الصعود، وافكر في بيعه لما يديني نفس طول الموجة دي هنا. يعني انا افكر في بيع دولار اندكس من عند مستويات اول ما يكسر مستويات 102، هبحث عن اي برايس اكشن وابتدي ابيع دولار اندكس. والاهداف بتاعتنا زي ما احنا قلنا مستويات 94، يعني حاليا اي صعود هو فرصة للتعزيز مع الالتزام بالوقف فوق مستويات 103.2. يعني ننتظر لحين صعود دولار اندكس وعدم الاكتفاء بالمستويات الحالية، لان انا عرفت ان في ناس باعت من المستويات دي وحققت ارباحهم ما زالت موجودة، بس عكس عليهم يا جماعة لسه قدام مننا حركة صعود اخرى. بالنسبة لليورو دولار، برضو اليورو دولار بتوقع له مزيد من الهبوط وهينزل يعيد مستويات 1.9 قبل معاودة الصعود، واي صعود هو صعود مجرد صعود تصحيحي قبل تكملة الاتجاه الهابط، ولا توقع له مزيد من الهبوط لعادة اختبار مستويات 101.09. بالنسبة للدولار مقابل الين الياباني، وما زلت اتوقع له انه هيبقى له مزيد من الصعود، وممكن نبتدي نبيعه من مستويات 142، نفكر في بيعه، واعتقد انه لسه قدام منه شوية صعود، وبرضو احنا بمنتهى البساطة عايزين صعود بنفس طول الموجة دي من المستويات دي. فتقريبا بنوصل لمستويات 142.7، فانا هبتدي ابيعه من المستويات دي، والوقف هيكون فوق مستوى 145، لان هو عمل حركة قوية جدا، فاعتقد انه ممكن يكسر اخر قمة متشكلة. يعني انا بالنسبة لي ان هو يكسر اخر قمة متشكلة اللي هي القمة دي، وهيعمل قمة جديدة قبل معاودة الهبوط. فبالنسبة لي هفكر ابيعه من عند مستويات 142.8، والاهداف بتاعته اول يعني انا بقول ان الاهداف بتاعته ممكن توصل ل 120 زي ما احنا كنا قلنا في التحديد السابق ليه، ولكن اول هدف بالنسبة لنا هو كسر اول قاع متشكل اللي هو عند مستويات 137. تمام. بالنسبة للدهب احنا عملنا تحليل ليه، بالنسبة لاسترالي دولار، واسترالي دولار ما زلت اتوقع له هبوط بسيط قبل معاودة الصعود، وممكن نكسر او نعيد اختبار المستويات دي اللي هو 0.66. واعتقد ان شراء الاسترالي مقابل الدولار ممتاز في كل المستويات، خصوصا مع الالتزام بالوقف تحت مستوى 0.62، وممكن يبقى الستوب الاولاني عند مستويات 0.65، واعتقد التأمين يكون افضل، واعتقد ان له مزيد من الصعود، والهدف بتاعه يكون عند 0.8، ودي صفقة للنسيان، يعني تفتحها وتنساها لفترة طويلة قوي. وبالتوفيق.